أول حاجة المصلحة، يعني شنو المفسدة؟ المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع. معناته ما براعي المصلحة معناته شنو؟ معناته بضيع الدين، بضيع الشرع يا جماعة باختصار شديد. يبقى كيف يقول يقولوا إنه والله المصالح والمفاسد دي ده كلام صار السنة ودي دقة صار السنة. صار السنة لو راعوا المصالح والمفاسد لما ضلوا أصلا، لما ضلوا أصلا. طيب أما المفسدة هي كل ما يفوت الأصول الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل وشنو يا جماعة والمال. مثال للموضوع ده للنقطة دي، قال لك يا أخ تجد أنا سالحلة، قال لك يا شيخ فلان تجد أمسك لنا الجامع، الإمام بتاعنا ده مسافر مغترب خلاص، بس عندنا شرط واحد، ما تجيب لنا اسم طائفة ولا اسم شخص، لكن يتكلم في الدين زي ما داير. الجاهل لا لا لا، أنا لو ما خليتوني أذكر المرعي في المنبر جامعكم ده ما داير وشبعوا به خلاص، هم ذاتهم ما باقين على كثير، بقول لك خلاص يا زلمة شكرا، بيمشي بيجيبوا تلميز البرعي من أقرب زريبة، بيركب المنبر وأولادك ومرتك بيجي بيحضروا معاه، وإذا أنت بتصلي تقدر تركب تمشي بعيد تصلي مع سلفيين، أهلك بيصلوا معاه، لو أهلك منعتهم الميكروفون بيجون جوا البيت لأنه أنت جار الجامع وأولى بالجامع، لكن أنت ما فاهم الحاصل، ما فاهم الحاصل. وبعدين منو قال لك الناس ما ممكن تتدرج بيهم؟ تكلم في العقيدة، الشرك، القبب، الأضرحة، الحجبات، التمائم، الاستغاثة بالموتى، دعاء غير الله، ما تخلي ركن ولا جانب من العقيدة إلا تدق فيه. مندلت الواطة تمام اتمندلوا، بعد والله لو جبت البرع من أضانه ما بدول بيسألك، لأنه جماعة اللي اتمندلوا فممكن تتدرج بهم بالشكل ده، وحدوا خلاص هيعرفوا المشركين منو. أيوة دي الصوفيه تقاسم خلاص وقعت لهم. بعدين انت بعدين في فرص بتجيب المناسبه، ربنا بيجيب لك، يقوم واحد جبهجي قاعد يقوم يمشي يجيب لك واحد شنو، شوفك سيطرت على الجامع والحله كلها بقت تحبك ووحدوا الله، اقرب جبهجي طالب يسوق ايه طبعا، يمشي يجيب لك صوفي واليوم ذاك ما يجي الجبهجي ما يجي، يدي 500 جنيه يقول له بس فور لي الجامع ده والوهابي ده نرفزوا لي عشان يتشاكل معاك ومع الناس وترضوا. الصوفي يقبض ال 500 ويجي، او يعزموا فته ولا زلابيه ويجي، يجي ينبذ الوهابيه وابن تيميه بالاسم. انت ما تزعل لانه دي الفرصه اللي انت تذكر فيها البرع والمكاشف. ما هو ده ذكر ابن تيميه وذكر محمد بن عبد الوهاب. تقول لهم يا جماعه احنا والله طبعا ما كنا بنذكر اسماء، لكن زولكم ده ذكر الاسماء، تدافع عن ابن تيميه، تدافع عن عبد الوهاب، تدافع عن الصحابه من قبلهم. تقول له لكن شوف ناسك بعد ده، تمرق الكتب. انت عارف اليوم ده ما بدول بيسالك ليه؟ لانه بيقى شنو يا جماعه؟ بيقى في مقابل. ومين اليوم ده؟ ليبيا فتحت. عرفتها؟ فانت ما تستعجل، ما تستعجل تقول لهم لا، لا بد من لا يجوز تاخير البيان، انت ما عارف البيان. انت البيان ذاته ما عارفه. والله اذا ده فهم زول مننا البيان مو فاهمه اصلا. ده كمثال بسيط. عشان كده قبيل الرسول قال شنو؟ ان التاني شنو؟ من الله، من الله. يعني اللي بتأنى ده ماشي في الدرب الصحيح بتاع ربنا بتاع الله. ودائما المستعجل ده اي فتنه توز خاشي فيها، اي حاجه بوز يجوته ده رقيب ده اعرف انه ده من الشيطان، ده شغال مع الشيطان. فانتبهوا للمسائل دي يا جماعه.